نظام التغذيه. انا شخصيا ما احبش اقول لحد كل ده ولا ما تاكلش ده، انت لازم تعرف اللي هي العناصر الاساسيه لجسمك، عارف ان جسمك محتاج كربوهيدرات، عارف ان جسمك محتاج نشويات، عارف جسمك محتاج فيتامينات، عارف جسمك محتاج مياه، عارف ان جسمك عايز كده، اعرفهم وشوف حد يكون مختص يمكن يساعدك، اشتري كتاب يظبطك. لان خد بالك كل واحد تقعد معاه حولك اسلوبه، كل واحد تقعد معاه حولك اسلوبه ممكن تتلخبط للصبح، لكن انت شوف ايه اللي ممكن يناسبك انت، يناسب جسمك انت. المهم ان نظام التغذيه بتاعتك يكون نظام معتدل. انا شخصيا ما احرمش نفسي من حاجه، لكن ممكن عارف انا بعمل ايه، لو عايز اكل حاجه حلوه هاكلها، لكن لو حرمت نفسي من نفسها، عارف لو حرمت نفسي من الاكل، بفرض انا عايز جاتوهايه مثلا وقلت لا، خد بالكم اللي انا هقوله، اي حاجه تتحكم فيها هتتحكم فيك، واي حاجه تقاومها هتقاومك. انا مش عايز اكل دي، انا مش عايز اكل دي، انا عاوز ابعد عنها، فانت بتقول انا مش عاوز اكل حلويات، فانت فكرت في الحلويات فالحلويات تتوجد. انا عاوز ابطل التدخين فانت فكرت في التدخين اتوجد حسب قانون نشاط العقل الباطن. هتشوف الناس اللي بيدخنوا في كل حته هتتجنن ساعتها. مش دي التاكيدات، دي بنسميها الايحاءات والتاكيدات الشخصيه اللي هي بنسميها افرميشن او اوتو سجيشنز، يعني التاكيدات سميتها بالعربي التاكيدات الايجابيه. كلم نفسك صح، ما تقولش انا مش هاكل حلويات، تقول انا افضل اكل سلطات. ولو حصل انك عاوز تاكل حلويات اديها حقها، اديها حقها. يعني اديها حقها، قول لها انا بحب جدا هاخد حته نفسي فيها اهي، ولكن برضو قررت ان انا اسيبها. زي السجاير، لو تبص للسيجاره وتديها حقها اديها حقها، ما تقوليش دي صاحبي ولا صاحبتي، انسى، لانها هتحطمك تماما. يبقى في الحالات دي اديها حقها تماما، لما تديها حقها وقرر وما تقاومش، وبعدين سيب وانت بتقرر. الجزء الصحي بالنسبه اللي احنا بنتكلم فيه التفكير الصحي، وبعد كده بتتكلم على اسلوب التغذيه الصحي، انك بتختار اكلك. زي ما قلت لك من شويه، هل هتختار اكل من الزباله؟ طبعا لا، عشان كده اختار الاكل اللي يناسبك. ما تقعدش تاكل وانت خلاص ما انتش جعان. يبقى في الحالات دي في حاجه، في ضعف في التقدير الذاتي، في مرض اسمه اوبيسيتي اللي هو مرض الاكل، بتاكل وانت مش جعان، هات نفسك تخنت، فالناس يقول لك انا متعصب يروح ياكل وهو مش جعان. اسال نفسك، هل بتاكل عشان انت جعان جسمانيا، ولا بتاكل عشان انت جعان عاطفيا؟ خد بالك بالفرق من الاثنين. لو انت جعان عاطفيا فانت بتبنى الفجوه اللي ناقصاك بالاكل، لانه غريزه بتهدي الاعصاب وطعمه حلو، ده انا بحب نفسي بالطريقه دي فانا باكل مع ان انا مش جعان، وبعدين هتتخن وهتزيد وهعمل لك مشاكل ليس لها حدود، وترجع تاني لنفس الدوره ونفس الحلقه المفرغه.